المشاهدون الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوم سير. في هذه الحلقة تتابعون معنا وتتعرفون أكثر على مركز داكونا. هذا المركز الذي يقوم بتأهيل وتدريب الأطفال ودمجهم اجتماعيا. اليوم سنعرف أكثر عن هذا المركز، ماذا يقدم لهؤلاء الأطفال ومن أين يجد الدعم. كل هذا تتابعونه معنا في هذه الحلقة، كونوا معنا. السلام عليكم. السلام. إذا جيت مستعد تأكل إسبوع. شو جاهز؟ يا باي. اليوم علينا قديم ما أكل إنتي سنتظر كنا. يعني عندنا فرن كثير. المشاهدون الأفاضل، كما عودناكم الآن نحن في ساحة مركز داكونا للأطفال. معنا في هذه الساحة رئيس مركز داكونا لرعاية الأطفال السيد أليفا. مرحبا. اليوم نحن جينا في سنتر داكونا ندور نعرف شنو سنتر داكونا جاي. داكونا جاي سوي سنتر داكونا، هو كيف جاء وكيف انتو قدرتوا كري سنتر داكونا؟ ممكن تورينا مما تا كري سنتر داكونا وكيف بدأتوا؟ من 2006 انا كري سنتر دا، يعني وسنتر جاي يمشي لي لقطة يلد من شاري، بس كنت تعرف اليوم شاري ما ولا نار ما في، دونك يلد من شاري قاعدين وجاي يسرقوا جاي يسوق باندي وجاي وجاي ما شوكولاتين. دابو انا ارتيزون، دونك انا عندنا كومباني دي دانس اسمها تشادو ستار، دونك من قبل تشادو ستار بس كما كري داكونا اسبور دا لي فولي سوسيال لي انتفيني على رانكوند يلد دا لي لاغوتوم لي انتم نظام عادل بلد عادل. دونك ديبي 2016 انا كري اسوسياسيون لا. الساده المشاهدون، مركز داكونا اسس من عام 2016 وحتى الان يقوم باستقطاب اطفال الشوارع وتأهيلهم وتعليمهم وتدريبهم في أشياء كثيرة، منها الرقص والخياطة والنجارة. فأسيد أليفا، ممكن تورينا ليش اخترتوا اسم هانا داكونا عشان يبقى اسم هانا سنترا؟ من قبل كده ما بنتوم بقدا أنينا ما ندورنا دو يلد يالشاري، دونك أننا كان اتلوزي دانس ليب بالموسيقى نمشي ونلعبو يلا دقايجو ويعني بيقلم حلو بيقلم حلو اكارين عندهم تالان عندهم نيه لي كالو شارو ما يعرفو كيف دونك بالليب دا انينا بدنا كذا شوكولاتين سايو دا يلا دا دونك مينتنا اسم فاشينا اسم دا كيما لينا فاشينا اسم دا كي يلا دا كده نادوم شنو يوم موي ماشينا من تيرين ممكن داكن لدا يلا دقايدين ولا بوارا عن ما عنا ما شفنا عنا جينا را وين يلا دا يا جماعة يوم ما رجو بيجو بوارا داكونا متر يعني اسم دا جي علينا يبك أنا قا يو داكو ألا بجاب لنا اسم دا داكونا متر عنا كمان شفنا لكو إسبوع داكونا إسبوع لبا اسم دا جي في سنتر ال يلا جاي يلوم شنو في سنتر دا اسكي خاص كي جاي يقودوا يرقصوا بس اخر شيء ما يفعله كيف يعني من قبل كل الناس اكارين دا جاي يشوفونا مشي عنا كان نلعب بيلا من شاري وفي كان لو تقولوا ده كان ناكل وكان كلو يلا ده جاي يمشوا واكارين ما جيو لنا ما جيو لسالونا كريم جاتو بيلا جاتو كيف كيف ما سالونا عنا استراتيجيه قلنا ده كان نمشوا ليلا تشاتشوم دابا بالليب ده بالميزيك بس كنا نعرف من شاري تمشي بتشيلها كتودي كلها ما بيكون تشيل كيما من شاري بديكتال امشي فورماسيون دا ما بيكون نارو ندور ياتك يدور يلا يدور شيفا كان الناس يوسف نفسه كلها تابس بالليب دا يلا دا يوسف نفسه بدا كان لاغوتوم فكنا سنتر دوبي 2017 سنتر فكنا دون ما كان كلوم بيغو يعني دو طلب ايه كان دو طلب تي سنتر نانتوك ادوكاسيون تي سي ايكول الفابيتيزاسيون تاغري تي سي تو نسمو كلامك قبلوا لحالك بس كي انت شاري ما ولدا الناس قاعدين يقولوا يا شاري لكن عندنا نافوكا شاري ما ولدا انت حالك على قاعدين ولا ما قاعدين اكرين كيالا علوم قاعدين يا دول قاعدين عندنا قبلوا عندنا ايكيب واي
لم سي انكيت فاميليال لي شيفا شنو كان ولاد مرة مشاريع كلك سوا مشكله ولاد سوارا قبلوا لي هالا مانتنا كاي جيب المسانتر باكورد انا باران دول انو كان شفنا كمان باران ما عندهم شيء لي كوبي ولاد دا طبعا باكورد انا قبل ولاد دا يدي سانتر ودان اورينتانا نمشي فورماسيون بروفيسيونيل كيدي مي دوكا نتو مشي داكو جن واي غاي غاي سي مي اتو غاي غاي كاي ندوم اكول اي بي ولا ندوم نظام اديل دونك بنيب دباس كان تاتشو غنا دوم بي شاشا وان باكر يابكو ناس ال هي تقريبا من 2016 لحد اليوم ده قلت برسك 600 مشارك كيف يلا دقت اكلوم قت شربوم تجوزوا لهم بكان ينوموا من وين جايجي يا تو دامناكم من كريم ياغنا من كريم ياغنسو يعني اليوم عندنا مثل عندنا قلتك عندنا ارتيست ارتيست بكلام عربي فنانين يوا عندنا فنانين لكن دانسير كوريغراف نادو مالكي جاي يلب فوالا دونك اليوم بالليب ده avec من دنيا ما شاء الله اليوم ده ماشينا كتير من ايطاليا من انجلترا من فرنسا من ايطالي كان الدنيا ده شفنا كما كتير كل شفنا بالليب ده بس دابس كان ناكل فوق ودابس من قبال كده من رئيس كل ده كده ما يجينا كله ده كده ما يجينا من قبال إن عندك كل من كده ما أنا تكون أسبوع دابس كان ناكل فوق كان نطول فما يجينا لكن أرتيزا مالي تكاني نازي تقول غروس وفي أنت تامش تقول بيت أماك تكاني نو أنت أرتيزا عندك دوالي دي كونتربي لي ديفلوب فوق بيانا دابس شوكل كان فاكرنا أنا قلنا كما كاتيو قال أنت نرى نقدرو نكونتربي لن يساوي دفاع على الدا. دابا غادي نتوليزي دانك زا كنمشي الناس غادي نعدونا كنم نلعبو ينتونا دو كونترا الكونترا اللي انا كنت كوتوشيا اللي نساودو يا لادا والناس اكارين عندهم ني كلب عديل غادي يساودونا كلها مش علوم قاعدين دا من سانتا علوم دا تبقات يونيسيف يونيسيف علوم من ست سنة من ست سنة انا غانا كورو من سنة كامسة دابي موياغنا من ست سنة اغا كامو نادونا سالونا كريمة غانسو انا اسبيكولوم كيكي ما عندنا بكان بيت اجينا اول دا نازا تشاكومو ميراسنا ميا يالادا يالادا قبل مشاري ما عادين دابس يونيسيف قامو سيميونا ان كولابوراسيون باكسيون سوسيال قامو شالو لنا بكان دا اليوم سنه واي قاعدين تمام باغي كفو لنا اكيد بالناس اكارين جاي وجا جاي سايدونا دابس غنا غن 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 الغوشا كلو لين سايدو فوق يالاد بليز ان شارجا اضافه الى دعم اليونيسيف ناس عندهم نيه سمحه عشان يساعدوكم انت قلت قد يعتمدوا كثير لدانس حقكم رقص حناكم انا هنا في تشاد ما عندنا ثقافه انا ناس قاعدين في شارع جاي لابو تجي تسقول لهم قروس 20 100 اوكي انا شفنا بكان اخر ممكن كان جيت خطيت الراديو قد طلب اي نزول ماشي يجي يسقول لك قروس يجي يسقول لك تولي يساعدك كوا اسكي شغل هنا عندنا لهدي يقدر يساعدكم وي من قبل من كان بدات ناس قاعدوا كلام كثير ده مش وقتي ونادو ما مشاري يلا بيلا ده مشوتين ايوه نادو ما يعرف كده ما جاي سي ده نادو ده يترانجي جا جاي تشاتي لي يلا لي لقيت غروس لي ياكل ناس هاجو كلام كثير من كده ما كان سودا لكن انا ما بيسي ما في نام انا نعرف كده ما كان سو وبدان زبس يلا جاي يلا بودا ناس جاي يجوا ناس اكارينال جاي ايرونا جاي يجوا لا لا كده ما جاي سي ده جاي سيد لي يلا ده ما بقول يا انتوا باتن يا يرونا باتين يا يقول من ترين شوفوا ده كده ميلا كده مين ده نوبل كده مين ده فرما شوكولاتين يا دونا سيدونا بميتين بوربميا ده بقى نلاقوتو يا لدة ما بقى يسافر كل جاي يسافر يا لدة أم باكرة ولا ده كله إن ده أونر يا جي أم باكرة نجيب لنا منلاب لنا يسافر كل يعني تونو كروس ما تريم بقول أكل ناكل ده بقى يسافر دون اليوم من قبل الناس ما بيروفوا كتير ناس أيوة أجو كلهم كتير متجا أسود ده أنا ما كلينا فوجي أشي إلى نلعب فوجي أشي إلى نسو كده مدرب إلى نسو لا دي الناس أكارين بفيمو دم جوكا يسويدونا مم كلو بفوجا ينادونا ما تري ألم تقعدين وين ألم تلعب وين دم ودانس ده جيا diversity كله بس كده شو كل كي ال ما فين جمعنا من جمعنا مشاري كي بنا زي جودو تي تاكو كي تشيف لا دي كي تي بيرت أنا ما فين إلا أننا بقى نتبي على ده وبدا تي استراتيجية أنا رينسيشن كله دم ألم ده ناس كمان زي جا فمو واي كاي سيودونا ندورو قليل لمكلو يسيرون لنا مشفوق قدام كل كتير دائما معكم السادة المشاهدين معنا هنا المسؤول من مركز داكونا السيد جيرمي مرحبا السلام عليكم السلام ما شاء الله
الآن نتعرف أكثر على خدمات المركز. على ماذا يحتوي هذا المركز؟ بداية اللوحة عندكم تابلوغات، التابلوغة تقريبا قاعد نشوف النظام أنا سانترينا. أيه. تقدر تورينا شنو الغات التابلوغة بالضبط؟ أوكي. دعاس قانون الشلنا في سانتر. كان نارم هذا كل في سانتر هنيدا. عندها قانون غات. نسبي كلو كابو. وكان شلو في سانتر هنا شلو. دونك هسه سا تمانة دا. شنو فكوا كشام دريب أيوة. و ساتيس أنا فيلا لا دان سدوك كشام دريب دونك هيني دا انستيري نادو ما يجي بساكين وهيني أجي داوس في سنتر نمان دورو هني دا يجي يسوي غمار دا كل انتردي دونك هيني دا السجارة يجيب السجارة دا ما نكاسوتو هيني علي أيرا دا ما ندورو وهيني دا دا عثمانا يلا دا الغايف سانتر برمنا غايف سانتر هيني دونك دا بلانين انا ليرا نا اكيل دون ساس كمان دا ما ياكلو بفوجو و سا وايت دا ياكلو و اشي ياكلو مكرب كل ياكلو دونك هيني دا عثمانا يلا ايكول الغا ماشي ايكول دونك هيني دا عثم يلا دا الغا ياكلو بار جور غانا دو فوباكان دونك هيني دا وسن يالا ماشي فورماسيون دا بروغرام انا سيمين انا اكتيفيتي يعني هي لحظه مره منظمه لحظه تقف فيها عند المدخل هناك نظام قانوني يحدد العمل داخل هذه المؤسسه فعندنا هذه هي الممنوعات ممنوع الدخول بسكين ممنوع المشاكل بين الأطفال في المركز ممنوع تدخين ممنوع حتى شتم الآخرين بالمركز وأيضا هناك قائمة بأسماء الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس فهذا النظام لابد أن يتبع في هذا المركز وفق السيد جيرمي المرحلة الثانية شنو؟ تقدر توصل؟ تعالي نمشي دابا نوصلوا بقارة إلى المنطقة أوكي نمشي معا لنعرف أين ينام هؤلاء الأطفال؟ أيوة تفضل لبس كاميرا إلى النوم أوكي يلا كلها دبوكا النوم أيوة دبوكا بكارة النوم فوقا أولا عندنا سرير سرير هذا عميل فرنسي بأنطونو ولكن انا سيدي سيستقوجي دونك سؤالين انا مش 10 او 25 ناس يلا 30 دابا وكي تنقال الشاغورا يا دابا نوم فوق بالمطره كلها وخوالنا جينا هنا دونك دابا الخطر دولا كل شيء حصل دابا حصل يلا دابا نوم في بيرش دونك كان دابا كبار يلا كبار كبار عجيب 18 عام دولا ينوم هنا هو قريبا عمري 16 عام ينوم هنا هو شامبر آكار كل جاي. أوكي. وحسب ده جاي شيلة كم؟ يقدر تكيه من هنا. كم من هنا؟ ما غير من هنا. 25. 25. أي. أوكي. هذه الصالة الكبيرة السادة المشاهدين ينام فيها 25 طفلا يعني من أبناء المركز. نذهب لنرى القاعة الأخرى. هذا. هني لا شامبر أنا يلا دوغك هذين ده 8 سنة و 3 سنة ده هو بس ينومي ده بس أو أكلو إندا سيري كلو جاي فوق ده أكلو كي كسر ده هو ده بس أتينا بريستي يلا جاي نوم شنو ممكن آخر فضل شامبر آخر جاي هني ده أنا يلا جاي مش كم شكرا لك.
المشاهدون الأفاضل، مركز داكونة من خدماته المميزة إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى منازلهم أو إلى أسرهم. هنا معنا المسؤول عن إعادة الأطفال إلى أسرهم، السيد روميو. سيد روميو، تقدر تورينا كيف قاتوا شلو يلا وكيف قاتوا قبلهم لفاميانا؟ سمح يلا دا ولا انجينا اكيب انا دانس قبل فيه يكادو مو بي يلا دا في تيران انا دانا سنابيت ميجيل كان ليبو وكاربو يلا دا مني ناك جابوم دا انا ناكادو مومام ناسولوم باكان بارانام دول قايدين وكان ميشيل لدينا باكان بارانام دولا نشولوم نغدوم نهاجو بي بارانام دولا شغل سوا ولد دا مرك في شاري راشنو وانا انوسو وكان ولد دا بارانام دولا كاسو دولي اغوت ويغوت كان ما كاسو دولي نقبلو نجموين. اوكي، كيف البارانا وكي تودلهم ولدهم وما يخصدو؟ بارفوارا ولدي سي شغل اوان مش الياسر كي ويامر وغايا كاف كان قبل لان كوني فرشو وداو يفادل في شاري مرة واي دونك انا كان لقنا ناجو موكي وكان انسو بباران دولا ودسكيتي مام دا ولدهم ولد كان سوا شغل اوان كل را تي اكسبتي انا بدا ولدك دونك مش لا كان كاسوتو لي ولد دا يغوت كان ما كاسات دا نقبل بي ولد دا يوم اكر كل بطل نقبل نمشي له مش لا تحاول. سادة المشاهدين، يعني هذا اهم انجاز لابد ان نقف عليه. لماذا؟ لان اعادة هؤلاء الاطفال الى اسرهم شيء جميل جدا جدا، وحتى بعض الاسر يعني هم لا يعرفون اين ابناؤهم، لماذا خرج الطفل، فبعد ما يجدونه يحتفون ويحتفلون، أما البعض الآخر فهو يرفض تماما يعني إعادة ابنه إليه. فهذا شيء لابد من أن نشيد به لأعضاء العمل بمركز داكونة. شكرا. ما زلنا في مركز داكونة الآن مع سيد لاسان بيفيني، الأمين العام ل المركز. يعني كل ما يمكن أن ينظم كل برامج هذا المركز، يعني المسؤول منها هو السيد لاسان بيانفيني. مرحبا. السلام عليكم. أي السلام. ممكن تورينا الفورماسيون أنا يلا دقايق كيف في سنتر داكونا؟ أوكي. يلا ما قايقوم في شهري دا يكون يوم واجين قاعدين في شهر يوم المهم قاعدين في شهر دا كمان واجين هوان دا كلهم في راسهم دونك انا مام جو هنا في سنتر را عندنا بروجرام عندنا يا تو سيكولوج جاي ناس انا كوبي انا قاعدين مع كولابوراسيون انا ناس انا كوبي ومام دا جاي جو كلا ما يلا دولله يشوفو شوكول مشكلة اللي عندهم في راسهم وهو كي دا كلا سيكولوج جاي انتونا ميشيل تي دي ار وانا نكوتو بروجرام انا اكتيفيتي عندنا اكتيفيتي كاتير le yalal yalabo le abo faranin o le kan baiden kan bigo faranin da indina program ana education ko la bet monsieur a to ana lecture ala ana dessin ala théâtre ala cours de danse do la da ilm do la nasgay kutu le yalal do le abo faranin le yago do fi santrin la le batan mayal go ma may kaluni le gabulu fi shari ma fi donc al wajin al magidro kambolo ya tu ekola nam agunda o gajin fi shari da anjole na inda ana ni so mishil kur da alfabetisation yani shufu niveau ana uleta o kan kala su kan be ni ya dora yamshi ekola ana namshu o nan go partenaire agina alfi ekola o na to busu uleta ukula yamshi o ise ekola o aima activite algan so da inji na fiche d'évaluation ou de suivi magan so chocola mishil ke mafi chocola kula da inda ya tu order aga donc ay ma activité organ so da ngena fish o na sargam shuga so activité da kulo ay rampe fish yo la a chaque fois da le ni chufu ay ma ulet ay ma projet lu ga fo gara ana kan so yura ga le ni chufu ke fu ga evolue. أسعد المشاهدين، انتهج المركز نظام التربية والتعليم. في هذا النظام يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى مناهج ثابتة،
يحتاج إلى معلمين، وهذا ما يعانيه المركز. هذا النقص موجود في هذا المركز، لا يوجد معلمون، لا يوجد مناهج للتعليم، فدائما المركز يطلب ودائما المركز يطلب من المؤسسات التعليمية خاصة وزارة التعليم لمساعدتي في هذا المجال. هناك أشياء أخرى لم نلحق بها بعد، فكونوا معنا قد نصل بعد قليل إلى حيث يقوم الأطفال بالرقص وإبداع مهاراتهم، ولكن تابعونا حتى نصل إلى هناك. شكرا لكم. مشاهدونا الافاضل كما وعدناكم، الان نحن في ساحه فيست افريكا حيث يتعلم هؤلاء الاطفال الرقص. هنا يستفيد هؤلاء الاطفال من مهارات المتدربين، من مهارات المدربين الذين يعلمونهم فنون هذا الرقص. اما ولد مرتي كار من افرا فقط القمر، اما ولد مرتي كار كبدر جمد القمر، اما ولد مرتي كار كان اصيب كرت كبدر نبال القمر، اما ولد مرتي كان جدر كيت كان يسلا ولا وندا كان جل نعاد هجر كار كبدر ودا القمر. السادة المشاهدون، في هذه الحلقة التي بدأناها في برنامج زوم سير ستنتهي الآن، لكن قبل أن نختم وبعد متابعتكم لكل الفقرات والرقصات المتنوعة من شباب وأطفال مركز داكونا إسبوار، الآن هناك بادرة جد حسنة قام بها أحد المتطوعين وقدم دعما لهؤلاء الأطفال، وهذا ما كنا نتمناه وما كنا نريد أن نشاهده دائما. فموجود معنا الآن في هذه اللحظة، يمكننا أن نستضيفه الآن، فليتفضل. اليوم جئت قدمت دعم للأطفال المشردين في الشوارع وقاعدين يرقصوا هنا في مركز داكونا. شنو اللي خلاكم تقدموا الشيء ده؟ أنا شو اللي خلانا أطفال دول من بودو السرقة والفوضى بيجي في لبهيلة ما في، وأنا لاحظت كان نروح زمان نلقى يال في الشوارع يال سراريك يشوف نهاية بيشوف فوضى، حسا كمل هذا دون حسا كله كان جيد ماشي في حقي في تاريخي شفتهم قاعدين ده، بس جبت له مساعدة عطيتهم وأنا دايما قاعد لسايدي ونجيب لسايدي إن شاء الله.
مشاهدنا الافاضل، بهذا قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج زوم سير. تابعتم معنا كل الرقصات التي قام بها هؤلاء الاطفال. بهذا ننهي هذه الحلقه، وان شاء الله كونوا معنا في الموعد في حلقه قادمه. شكرا لكم.